نعم، هو بالحقيقة الحديث عن باخموت احنا نتحدث عن عقدة استراتيجية مهمة في الصراع المباشر بين الأوكرانيين وبين الروس، ودليلنا في ذلك أن الرئيس الأوكراني أخذ على باخموت وأعطاه هدية إلى البنتاغون، وقال أن هذه قلب المقاومة وهي مفتاح النصر بالنسبة للأوكرانيين. فإذا نحن نتحدث من حيث التوصيف عن عقدة استراتيجية مهمة لكلا طرفي النزاع بين الروس وبين الأوكرانيين. المعادلة كانت أن الروس قد يعززوا من القدرات الدفاعية للحفاظ على باخموت لخصوصيتها في تحقيق نوع من التكافؤ الذي قد يرفع من منسوب التفوق الروسي على أوكرانيا. لكن الذي حصل في الميدان من توجيه هكذا ضربات نوعية من قبل الأوكرانيين يدلل على أن هناك قدرات لإعادة التوازن على مستوى الإسناد الجوي، ومسألة توجيه ضربات عابرة أو تتخطى خطوط الصد الروسية لتصل إلى مكامن القدرات التسليحية، هذه فيها يعني دلائل كثيرة قد تشير إلى انهيار خطوط الصد في باخموت. لأنه لا يكفي المناورة البرية إن لم يتحقق التكافؤ أو التفوق الجوي بين كلا الطرفين. وإحنا لاحظنا أو عزنا السبب أنه الهجوم المضاد كان وصف بطيئا، والبعض قال لم يؤدي أهدافه بل وصل إلى مرحلة الفشل بسبب الوفرة للقدرات الجوية الساندة بشقيها، الإسناد الجوي القريب أو البعيد بالنسبة للروس وتفوقهم على الأوكران. الآن بدأت بوادر معادلة جديدة، أنه لدى أوكرانيا أيضا قدرة على اختراق الخطوط الدفاعية التي هي كانت توصف أنها صلبة بالوصول إلى المستودعات. لأنه إذا وصل إلى المستودعات، عمليات التجريد الجوي تقول أنه الصفحة الأولى من عمليات التجريد هي استهداف القدرات التسليحية وعلي بها مخازن الأسلحة، ثم تليها عملية استنزاف الموارد البشرية عبر ضربات، سواء تكون صاروخية أو عبر المدفعية أو تستخدم فيها طائرات الدرون لخفض القدرات القتالية على مستوى الموارد البشرية بريا الماسكة التي تشكل خط الصد الروسي. فما هو الضامن أن استمر هذا التكتيك الأوكراني في تنفيذ مهامه ألا ترتخي قبضة الروس ويحصل خلل في خطوط الصد قد يجعل الأوكرانيين يحققون تفوق في الميدان، وإذا حققوا ثغرات في خطوط الصد الروسية من غير المستبعد أن تستخدم الجغرافيا لصالحهم، على اعتبار أنهم أقرب إلى التحكم بالميدان لمعرفتهم بالميدان أكثر من الروس في مسألة اقتحام خطوط الصد. فإذن المعادلة بدأت تتغير. أما معايير مستوى ومنسوب التغيير هل سيكون لصالح الأوكرانيين، من المبكر الحكم، لأنه الآن صارت ضربات نوعية، لكن هل الضربات ستتحول من قدرات تضرب مستودعات الأسلحة والقدرات التسليحية إلى الموارد البشرية؟ لأنه لا يهتز خط الصد إلا بالوصول إلى الموارد البشرية، لأنها هي التي تعمل على تأمين عدم إيجاد الثغرات، استهداف الموارد البشرية طبعا بقدراتها التسليحية الميدانية سيحدث ثغرة. إذا حصلت الثغرة جميل، فإمكانية الاقتحام من قبل الأوكرانيين ستكون